بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والثلاثون. برميل كبير. برميل منوعة كبير نعت. أين الماء؟ في البرميل الصغير. أين اسم استفهام خبر مقدم. الماء مبتدأ مؤخر. في البرميل جار ومجرور متعلق في كائن تقدير. في محل رفع خبر والمبتدأ محذوف. الصغير نعت للبرميل. التقدير أين الماء؟ الماء كائن في البرميل الصغير. أين المبرد؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. المبرد مبتدأ مؤخر. سرج جميل. جميل نعت. أسرج الفرس أيها الخادم. أسرج فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الفرس مفعول به أي مضاف والهاء مضاف إليه والمضاف والمضاف إليه منعوت. الخادم نعت. والمنعوت والنعت منادى بحرف النداء المحذوف. التقدير يا أيها الخادم أو تقول. أي منادى والهاء حرف التنبيه. الخادم بدل من أي أو نعت من أي. هل ألجمت الفرس أيها الخادم؟ نعم ألجمته. هل حرف استفهام؟ ألجمت فعل والتاء فاعل. الفرس مفعول به. أيها الخادم سبق إعرابها. نعم حرف جواب. ألجمت فعل والتاء فاعل والهاء ضمير متصل مفعول به. أين صاحبتي فريدة؟ هنا في الحجرة. أين اسم استفهام خبر مقدم. صاحبتي مبتدأ مؤخر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. فريدة بدل من صاحبتي. هنا ظرف مكان متعلق بخبر محذوف. في الحجرة جار مجرور متعلق في كائنة تقدير. في محل رفع خبر. التقدير أين صاحبتي فريدة. فريدة كائنة أو موجودة أو كانت هنا في الحجرة. ماذا تصنع فيها؟ تحضر درسها. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم بتصنع. ذا زائدة. تصنع جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. أو تقول ما اسم استفهام مبتدأ. ذا اسم مفصول بمعنى الذي خبر. والجملة تصنع صلة الموصول والعائد على الاسم المفصول محذوف. التقدير ماذا تصنعه والهاء ضمير متصل مقدر في محل نصب مفعول به بتصنع وهو عائد على الاسم المفصول. فيها جار ومجرور متعلق بتصنع. تحضر جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. درس مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. من الفولاذ يصنعون المبرات والموس وغير ذلك من الآلات. من الفولاذ جار ومجرور متعلق بالفعل يصنعون. يصنعون فعل مضارع والواو فاعل. المبرات مفعول به وحرف عطف الموس معطوف على المبرات وحرف عطف غير معطوف على الموس غير مضاف ذلك مضاف إليه. من الآلات جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت لغير ذلك. التقدير غير ذلك كائنا أو موجودا أو كان من الآلات. أين تذهب يا يوسف؟ إلى أخت فهيمة. أين اسم استفهام ظرف مكان بتذهب. تذهب جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يا حرف نداء يوسف منادى. إلى أخت جار ومجرور متعلق بفعل محذوف. التقدير أذهب إلى أخت فهيمة. أخت مضاف والياء ضمير المتكلم مضاف إليه. فهيمة بدل من أختي. مجرور مثله وعلامات جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف.
للعالمية والتأنيس. ماذا تصنع هناك؟ ألعب مع ابنها فريد. ما اسم استفهام مفعول به بتصنع؟ ذا زائدة تصنع جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. هناك ظرف مكان بتصنع. ألعب جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا مع ظرف مكان مضاف ابني مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بألعب ابني مضاف ها ضمير متصل مضاف إليه. فريد بدل من ابني. سعيد يلجم فرسه. سعيد مبتدأ يلجم فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. فرس مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. خذ هذا الكتاب. خذ فعل وفاعل هذا اسم إشارة مفعول به الكتاب نعت لهذا. اقعد على الكرسي. اقعد فعل وفاعل على الكرسي جار ومجرور متعلق بأقعد. الحديد يصنعون منه المقص والسكين والفأس والكماشة والمخرز والمنشار وغير ذلك من الآلات. الحديد مبتدأ يصنعون فعل مضارع خبر والواو فاعل منه جار ومجرور متعلق بالفعل يصنعون والضمير المتصل في منه عائد على المبتدا. المقص مفعول به بيصنعون وحرف عطف السكين معطوف على المقص وحرف عطف الفأس معطوف على السكين وحرف عطف الكماشة معطوف على الفأس وحرف عطف المخرز معطوف على الكماشة وحرف عطف المنشار معطوف على المخرز وحرف عطف غير معطوف على المنشار غير مضاف ذلك مضاف إليه. من الآلات جار ومجرور متعلق بنعت محذوف. التقدير غير ذلك كائنا أو موجودا أو كان من الآلات وهو نعت لغير ذلك. اعت الحر اللحم. اعت فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الحر مفعول به أول اللحم مفعول به ثاني. هذا الكلب يركض في الدار. هذا اسم إشارة مبتدأ. الكلب نعت لهذا. يركض فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا في الدار جار ومجرور متعلق بالفعل يركض. هذا الديك يساوي 35 درهما. هذا اسم إشارة مبتدا. الديك نعت يساوي فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا. 5 تمييز وهو عدد وحرف عطف 30 معطوف على 5 وهو عدد درهما معدود. تمييز. من الشبه يصنعون سخانة الماء. من الشبه جار ومجرور متعلق بالفعل يصنعون. يصنعون فعل مضارع والواو فاعل. سخانة مفعول به مضاف الماء مضاف إليه. يصنعون القدر من النحاس ومن الحديد المصبوب. يصنعون فعل مضارع والواو فاعل. القدر مفعول به من النحاس جار ومجرور متعلق بالفعل يصنعون وحرف عطف من الحديد معطوف على من النحاس المصبوب نعت والله أعلم بالصواب.